احنا جالنا تكليفنا بتشكيل فريق لمتابعه ملف داعش، وبالاخص التحركات اللي بتحصل في اماكن وبلاد تانية. النار اللي بتتكلم عنها دي تقص انها هتسرح لحد ما تحرق في عيالنا وفي بيوتنا وفي بلدنا كمان. الشغلانه دي مدياني فرصه ان انا اعرف اشوف مصر من جوه بتفاصيلها. انت عايز تدخل جوه عمق داعش وتحرر واحد من رجالتنا في ساعتين ونص؟ واقل من ساعتين ونص كمان يا نبيل. حد الله في ابوك بايديك. احنا اعلاميين مش قاتلين قتلة. احنا اصحاب قضية. احنا بنحارب الخطر بالنيابة عنكم من زمان. قال لو انبقى انتوا تساعدونا مش كده ليه؟ نجاح المهمة في مصر بتهمنا كتير. بتجيبوا اي حدا له صلة بابو مصعب. بدي اياهم عايشين. بحس ان في حته من روحه طفت بعد ماما ماتت. انت كده بتعرض حياه عميل تاني للخطر. الواد ده لو مات انا هفضل عايش بذنبه، وانت كمان على فكره. خلاص يعني فاتني القطر، يعني زي ما بيقولوا انا قاعده جنبك هنا. اتجوزي اتجوزي، والله هتتجوزي عادي. راح تبقى ذكرى سودا على دماغهم. صدقني هتخسر هتخسر. لما نحكم العالم بشرع الله هدوه يعني الرحمه. بس نعرف بيخططوا ليه ودخلوا مصر ولا لسه. هتديني المعلومات وهتترجاني كمان اني اخدها ومن غير ولا من دي. اشتغل في قناه بتضر بمصالح بلدك وتقول شغل عادي؟ ده انت الرؤساء كلهم بيعملوا لك الف حساب. بتقول الناس اللي انت كنت فاكر ان انت بتدافع عنها. احنا شغالين عشان مشاعرنا بتقول لنا انتوا بتعملوا كده عشان بتحبوا البلد دي. اللي هيعيدوا من داعش هيروحوا فين؟ هو ده السؤال.